لا معالج نلبو لدرجة التحكيم نعم ولا نلبو كل أساسية ولا نلبو نعم. حتى حاجة نعم. نلبو تركيز على أمر واحد الأمن نعم. نحن المولى يقول الذين أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف نعم. نحن نبغي ما يسد الرمق نعم. ولا ماء وهذا لا يتأتى إلا إذا كان إحنا ركزنا الميزانية بتاعنا إحنا متأكدين ونكون شهود نعم نعم كبير أستاذ أنا نبغي نكون شهود على هذا الموضوع نتمنى نبغي نحضر كيف وين وأمتى نعم نعم ومن يقوم بهذا الله سبحانه وتعالى يقول لتكونوا شهداء ويكون الرسول عليكم شهيد بارك الله فيك شرع الله سبحانه وتعالى موجود القوانين موجودة الناس المنتخبين هذو من الوطن والوطن ينتخب الشعب من حق الشعب يقيمهم من حق يرتب أنا واحد منهم وأنت واحد من هذا قلت لك أنت واحد منهم وأنا أيضا حتى نمت أن أرشح ترى قاعد من الشعب يعني أنا نفسي من الشعب وأعود للشعب وبدون الشعب ما نقدرش ندير شيء ولكن أنت مهم خويا الكريم أنت جبتها لي في جملة أنك السيد جدران قال ما تواصلتش معي حد أنا بنيت لك كيف تواصل معي قلت لك حتى يجب ترد عليه قلت له ليش أنت ترمي روحك في المنزل لدرجة أن حتى توا بعد خمسة شهور يقول لك ما تواصل علي حد كيف تجي كيف تجي سيد سيد الكريم سامحني